متواجد حاليا أنا في منطقة كاشوستو وبالتحديد مقابل فندق نوفوتيل خلفي جواهر مول. المنطقة اللي أنا متواجد فيها زي ما قلت لكم فندق نوفوتيل المعروف من الفنادق الخمس نجوم المعروفة العالمية، بالإضافة إلى أن جواهر مول يعتبر ثاني أكبر مول في طرابزون. المول الأول مول الفورم، ثاني مول يعتبر مول جواهر، ثالث مول فارليباش في جهة الميدان. عرضنا اليوم مميز جدا بسعر تنافسي جدا. الشقة ثلاث غرف صالة مساحتها 160 متر مربع في منطقة كاشوستو زي ما قلت لكم. المنطقة هذه مخدومة بكل الخدمات من مواصلات بالإضافة إلى سوبر ماركتات، المطاعم، المقاهي، الجامع، وأيضا الكافيهات. تعالوا مع بعض نشوف على أرض الواقع إطلالة الشقة والخدمات اللي موجودة فيها أيضا. تفضلوا معنا. متواجد الآن في الساحة الخارجية للمجمع. الخدمات اللي موجودة فيها جلسات العائلية بالإضافة إلى المسطحات الخضراء وأيضا مواقف للسيارات وألعاب الأطفال، بالإضافة إلى كاميرات المراقبة والنظام سيكيورتي 24 ساعة على مدار اليوم. تعالوا مع بعض نشوف تفاصيل أكثر على أرض الواقع. تفضلوا معنا. البروج العقارية، جمال الدار وأمان الاستثمار. وصلنا الشقة، شقة ثلاث غرف صالة زي ما قلت لكم مساحتها 160 متر مربع. مدخل الشقة من هنا. المنطقة اللي أنا متواجد هي منطقة الكوريدور. يسارنا إذا دخلنا على توزيع باقي الغرف، يميننا المطبخ والصالة. نتوجه إلى المطبخ. زي ما أنتم شايفين دواليب المطبخ راكبة وجاهزة، أماكن الأجهزة الكهربائية برضو متوفرة، ألوانها متناسقة مع لون الشقة. في مخرج البلكونة، تعال نشوف إطلالة البلكونة هذه. البلكونة هذه مشتركة بين المطبخ والصالة وإطلالتها على الطبيعة ومن الجنب على البحر. مساحة البلكونة تقريبا أقدر أقول مترين ونص في مترين ونص، جاء على شكل مربع. نتوجه من البلكونة إلى الصالة. زي ما انتم شايفين مساحة الصالة تقريبا 30 متر مربع، واجهة أمامية على البحر وعلى الطبيعة. عندنا واجهتين زجاجية والتدفئة المركزية موجودة في كل الغرف والصالة. نكمل مع بعض تفاصيل، تفضلوا معنا. يمين الصالة عندنا الغرفة الأولى. الغرفة هذه مساحتها تقريبا أقدر أقول 3×4 مساحتها تقريبا. نطلع من الغرفة هذه نجي يسار. يسارنا هنا عندنا دورة المياه الأولى وانتم بكرامة بنظام أرضي. بجوارها عندنا دورة المياه الرئيسية. هذه دورة المياه الرئيسية التابعة للشقة، تعتبر دورة مياه الكبيرة. مقابل دورة المياه الرئيسية عندنا الغرفة الثانية. الغرفة الثانية هذه مساحتها أكبر شوية من الغرفة الأولانية، أقدر أقول تقريبا 4×4، لها بلكونة صغيرة إطلالتها على الجهة الجانبية للمجمع. نتوجه إلى غرفة الماستر. غرفة الماستر كمساحة جيدة. ليش؟ على أساس في غرفة خاصة بغرفة الدريسنج روم، يعني المنطقة هذه مجهزة مكان السرير ومكان دولاب. الدريسنج روم موجود هنا زي ما انتم شايفين.
نقدر نحط هنا دولاب أو أرفف خاصة بالملابس، ومنها دورة المياه الخاصة بغرفة الماستر. كذا شرحنا لكم تفاصيل الكاملة للشقة، ثلاث غرف صالة مساحتها 160 متر مربع الدور الأول. في نهاية الفيديو أرجو أن يكون المحتوى عجبكم، لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على زر التنبيهات. التفاصيل والأسعار موجود في صندوق الوصف تحت الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بروج العقارية، جمال الدار وأمان الاستثمار.